سارة سارة تعالي تعالي نفسي ما بدي نفسي شوية كثير متوترة ريلاكس شو اسمك؟ سيف السلام عليكم كنت كنت يوم قررت اني اعبي سيارة غيث كلها بالفلين خبرت غيث انه عازمته انا على الغداء وقلت له انه المكان واي ساعة وامتى يتجهز وكل شيء وبهالوقت قلت له انه انا رايح اعمل شعري بالصالون ورح اخذ سيارتك وبعدين رح اجي اخذك من البيت ما بعرف وين الميموري كارد ما فيني صور فيها بالميموري كارد مع ضياء وضياء على الطريق الدنيا فايت ببعضها بس ان شاء الله ان شاء الله رح يطلع فيديو حلو لاني انا مو فهمانه انا شو عم بعمل ومو فهمانه كيف انا كثير متوتره لايك شير اند سبسكرايب بليز بس هلا حاليا عم نحاول ندور على مكان بيطلع فيه التصوير حلو بس انا ضعت لان انا شكلي هلا وصلت على بيت حدا يلا ارجيني شو عندنا 10000 حبه وجايبين كمان لانه بدنا نعبي مساحه جايبين يعني فوق النص مليون حبة صغار المشكلة انه مو انا اللي دافع حق هذا المقلب غيث غيث اكلت مقلبين واو كل الالوان اللي تتخيلوها بالعالم موجودة هون عادي 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 وقلب حبة تعالي افتحي باب تعبت كثير انا اللي خايفة منه انه هدول الصغار يعلقوا في اصغر رح يعلقوا باماكن رح يكون كثير صعب انه ننظف السياره بس غيث دائما بيقول لي انه نعمل مقلب ونفكر بعدين فسوري حبيبي ما رح افكر ببعدين بس رح اشتغل شغلي يلا نشتغل شوب يا كابتن شوف نفتح فتحه السقف ونحطه من فوق حلوه اليكسا شو اليكسا حتى باليكسا عندكم سياره حتى باليكسا عندكم سياره والله ضربتني الشمس انا خلاص اول 10000 حبة اهلا بالعيد الله يلا يلا بسيطة بسيطة احسبي نفسك بالمسبح لا انا مستحيل اطلع من هيك problems are solving my through the money depression be calling left on my blessings i feel like i'm falling the birdie is back tell me i'm garbage i'm going through something that's why i ain't calling phone in progression is all that i wanted شو توسخت السياره الفلين عم يطلع لون سلم لي عايشو هذا اللي معك بركي ما تنطف لازم نكنسل هو مو وسخ لي حيط البيت وما فكر بالموضوع صح وسخ له سيارته رح سلمه السياره وانا عم بعمل هيك طب بلا الاسود هاي انا عم اقول انه خلص بكفي لانه ما بدي ادمر السياره المهم اتصلت بغيز سكرت هلا رجع اتصل رح اقول له انه انا خلصت وراجع الو هاي حبيبي هاي وينك بالبيت اوكي يلا جيت ريدي ام ماي وي يلا حبيبي باي راح يفجرني غيز راح يقتلني يا الله هلا الخطة انه انا ما راح اقدر اسوق بالسيارة لانه مثل ما شايفين ليكو الغمق فاللي راح اعمله انه راح اطلع بسيارة عمر وناخذ غيث وجيبه لهون بس طول هالوقت راح اكون مغمضة عيونه وضياء معي هاي هاي انا ضياء انت ضياء؟ اه هاي ضياء شفت هاي؟ اه انا بكل سهولة اه خفيتها وفيني طلع من ايد الثانية بس شو اللي عجبني انك مسختي السيارة بس شلتي شوز طبعا عشان ما وسخ الشوز يعني الله هلا عبد الحليم ما تجيب العيد ما تجيب العيد وتفتح الباب لا والله مصيبة ليش ليش عملت هيك بتعرف انه هذا ما حيروح قول والله والله بدي دراي كلين وبدي مليون قصة اذا بده اشياء انه بنعمل روح يا عمر جيب له سيارة يستاهل في سيارتي من نيتك على حالك اوكي نروح انا برايي نروح يلا يلا سيارة كلها سودا وحدي الله شوفها 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 شفت هاي الصغنونة اه شوف ضياء ضياء ما تعمل هيك عم بتروح 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 بس بقول لك بدي دراي كلين طب وهذا كيف تنشال؟ جيبي له هي شو سارة اللي عندكم بالبيت تنظف اسمع انا برايي اطلعي من فوق مسخت له سيارة من جوا وغسلت له سيارة من فوق انت مجنون يا قال جوزنا غيث بعقل طلعت هي مجنونة أكثر منه ما تزعلي ما تزعلي تعالي بنساعدك 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 ها انت حاجة
فانا ما بدي مساعدتك مشان ما تزعلي. ما بدي اياها. جبت له لغيس نظاره سباحه اوكي، فتحتها ما فيها نظاره سباحه. ولا شيء فاضي بس ورقه. البلان انه بدك تطلع انت ما في ولا حس ولا نفس، وراح روح لعند غيث اطلع جيبه. طبعا. وانت وين راح تكون؟ ناطرني برا بالكوريدور. حلو. لانه بدي غطي له عيونه. صح. بعده تطلع معي طول الوقت تقعد ورا. فهمت. وهنيك بنسرق البنك. شكلك فاهم يا نصة. انا ليش اخترت انك انت تكون نزلني معي؟ نزلني. انت اجد انزل. روح انزل. باي باي. استغفر الله العظيم. انا ليه اخترت؟ انا ليه شو الله جابرني؟ هلا اذا انت بدك تكون معي بدك تفوت على السياره وغيث يفوت على السياره، كيف بدك تفوت على السياره بدون ما غيث يسمع باب السياره؟ والله فهمت بس أوكي. كلمه السياره غيث نزل ستوري صار اليوم عزمتني على الغداء بيكون ميت من الجوع يا حرام. غيث عملت يس بيب 2 مينتس بس لا تنزل لا تنزل، انا طالعه اختك عملت لك مفاجاه ثانيه. موشي يلا I'm coming. هلا رح اغطي له عيونه فهو رح يفكر انه هذا الشيء بارت اوف المفاجأة. لا انا ابدا مو متوترة ولا انا مش متبرخة مت خلينا ننزل. هلا رح طلعوا خليكم تعالي. جايبت لك هدية. اوه هدية كثير رح تحبها. والله؟ يس. على فكرة انت ما لاحظت شعري. شايف. بعد قبل ما تشوف قبل ما سكرك يا رب ما قلت لي حلوين شعراتك. ما في داعي. يلا حلو. سمعي حبيبي والله حلو بس ماني شايف. كوت 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 حلو طالع. عيونك الحلوة. شكرا مانك شايف عيوني زين. اوكي. يلا. اوكي اللي راح يصير ما تسأل ولا سؤال. رح نطلع شو؟ رح نطلع سيارة ثانية. قولي بإحساسك خبرني إذا حبيت شعور السيارة. اوكي ما بعرف شغلنا على السيارة. ثواني 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 حبيبي شرفك ركزي إنه أنا مغمض. ثواني ثواني لحظة بدي أشيل شيء من ورا. طبعاً من ريحة السيارة بتعرف إنه جديدة صح؟ يب. ليه سيارة جديدة؟ ليه إنه سيارة تانية غير سيارتي مثلاً أو سيارتي؟ هلا بفهم. أوكي. هذا مغمض طول الطريق؟ إيه عندك مشكلة؟ لا لا خذي راحتك بعدين. إيه أوكي. I love you. أعطيني إيدي بس. أنا ماسك التليفون. لأنه بدي أفتح لوكيشن. طالع معك. وصلنا. المكان كتير فخم، في هدية، وأنت هذا المكان كتير بتحبه. أوف. أوكي نحن ما طلعنا من البراري. تعرفك. واضحة. نحن هذا اتحذر ايه ما لفينا لفه اليوتيرن عند براري، نحن فتنا جوا عند الفلل. اوكي طب ليش جايبتك عند الفلل؟ ما بعرف. شو في شيء انت كثير تتمناه؟ تعال انزل خليني اجيك مفاجاتك. ثواني اجي اخذك. تعال قلبي دقات انا اللي قلبي حينفجر. ليش؟ ما بعرف حا شو هذا؟ اي لاف يو مدعي ان شاء الله دائما تكون يو لاف مي. اه يا تا انت حوله ولا انا ولا مين؟ انا حوله. واقف هون كثير متوتر كثير مو شوي 3 2 1. وانت كمان معاها؟ ايه بتقولي لي منطقة فيها فيلم شو بده يكون فيها؟ جيت من السفر ليش مخليها تعمل هيك بالسيارة؟ برو هذا اصلا شايفه مورود. يخرب بيتك شو هاد؟ في خازوق ثاني. وين؟ في شيء اكثر واكثر حبيبي. صارت السيارة صارت سوداء. عرف عرف اهرب يا اخوان اهرب. صارت السيارة صارت يا كلب السيارة سيارة سود بالايدين هاي. برو مبدئياً سيارتك صار بدها سيارة. بسم بالله يا سارة العامل فيك مقالب. ناوي انه اوقف بس والله العامل فيك مقالب. يبرني انا الوجه الحلو شو عامل فيه؟ وعم شو عامل فيكي؟ شغلة تالتة ما في غدا. عصب على هذا الموضوع.
انا عملت تان وتحممت وقصص. الله يديك فنان. بيب بيب جبت لك جوجل. شفت اسمع هون بس طلعت فاضية ما فيها جوجل فأكلت مقلم. يلا حبيبي نطفي. يلا انا كثير اسفة. نطفي ولا يهمك. نطفي لا انا اسفة انا يمكن خربت السيارة. انت خربتي امها للسيارة. مش خربت السيارة. ما في حل. انت بتعرف شو عملتي؟ انت قلتي لي شو في بالبراري؟ شو في بالفلل؟ انا قلت بالفلل ما في غير فيلا. معقول سارة اشترت لي فيلا يعني؟ نطفي خربتي لي سيارتي؟ خربتي بس انا اي لاف يو. خربتي لي سيارتي؟ انا اسفة. تعبت كثير. عاوز فطور. كمان ماكدونالدز يعني فوق السواد ماكدونالدز. اكل مقلب ماكول ماكول يلعن شكلك. انت ليش عم تتفرج؟ والله الجلد صار اسود. هون هيك صار اسود. افرجيك شيء. هاي شوف هاي شوف. لا عم فرجيك والله عم فرجيك قسما. زي ما كل واحد فيكم بينظف السياره هلا. يا ربي انا جيت بخمس دقائق. انت عادي ما في داعي تنظفي. شو دخلني يعني؟ مش انا شو الوجه البريء مش حيمشي معاي. ما كنت بعرف. بدك تغمضي لي عيني مره ثانيه وتشتري لي سياره حبيبي. بدي احكي لك شغله. شايفه كل شيء صار هلا في ذاك. ليك شو صار كنسر؟ حتى التيشيرت. حتى التيشيرت يا. والله انك بطلة. والله فنانة. رح ابكي. والله ليش؟ حبيبي السيارة هاي كلها على الكب عادي تتنضف. ايه لا شو شو تعي 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 تعي. ما كنت بعرف. حبيبي شوف طلع فيني طلع فيني ركزي. اجري بالسيارة روح بدل لها اللون كله بعمله اخضر عادي. يا اصفر. يا ازرق مرة ثانية. ازرق مرة ثانية اوكي خلص ولو. والله يا عمري عادي والله عادي والله اي شيء صار عادي. ها بتعرفي شو؟ هاي سارة كمان بس لا تكتبي غيث لان اسمي اطول. والله اي لاف يو. يمكن هذا اخر فيديو بتشوفوني فيه. اكيد. فمشان هيك اعملوا انسبسكرايب واعملوا ديسلايك ما تعملوا شير. مش هلحق وراك يا عم. باي. راسك راسك راسك. اي راسك روح نظف انت وياه السياره.